ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في حلقتنا النهارده ومعانا فقره جديده، فقره الشغل الاستعراضي مع يمنى ومعانا انجي. صباح الخير عليكم. صباح النور. الاول كده عاوز اعرف انجي هتقدم لنا ايه؟ هتقدم لنا اغنيه ونبدا بيمنى عشان هي صغيره. ايه رايك نبدا بيمنى؟ هتقدمي لنا ايه يا يمنى الاول؟ عرفيني عندك كام سنه؟ انا عندي 6 years. طيب عرفيني بقى يا يمنى هتقدمي لنا ايه؟ اقدم لكم اغنيه ملاية اللف. ملاية اللف. طب يلا بينا على ميوزك، صح كده؟ انت هتعملي شو استعراضي. ممكن نقف هنا بقى. امسكي المايك بقى قولي لي مين اللي دربك. ايه؟ اقعدي اقعدي كلميني بقى قولي لي مين اللي دربك. مامي كانت قايله لي انت عندك حلقه، فهي حفظتها لي وفضلت تقول لي اعملي كده وكده وكده وكده، فقالت لي عايزه بقى لولا الجميله. فيعني مامي بحبها اصلا، هي بتخليني احلى واحده. يا روحي انتي فعلا احلى واحده، ايه القمر ده، برافو عليكي، شطوره، انا مبسوطه بيكي جدا وبادائك النهارده يا يمنى. عايزه تقولي حاجه تاني؟ نرجع بقى لانجي، ناخد المايك. انجي انتي اول مره معانا في سوبر كيدز، لازم تعرفينا بنفسك، عرفينا اسمك وسنك وموهبتك. اسمي انجي محمد توفيق، عندي 6.5، وغني لكم النهارده اغنيه كل بلاد الدنيا جميله. انتي تعبانه؟ تعبانه شويه صح؟ صوتك باين عليك. طيب يلا بينا نبدا. لا احنا لازم معانا المايك. يلا نقوم نقف، احنا نبقى مكاننا. يلا. كل بلاد الدنيا جميلة، لكن أكتر من وطني لا 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 لا. وبحب الدنيا دي بحالها، لكن أكتر من وطني لا 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 لا. احنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل، نشكر الإله ده الوطن عبادة والوطن صلاة. ولا لا 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 لا. كل بلاد
لك الأكتر من وطني. لا 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 لا، وبحب الدنيا دي بحالها لك الأكتر من وطني. لا 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 لا، أحلى الأوطان يا وطني، يا وطني يا أحلى الأوطان، أغلى الأوطان يا وطني، يا وطني يا أغلى الأوطان، أحلى الأوطان يا وطني، يا وطني يا أحلى الأوطان، أغلى الأوطان يا وطني، يا وطني يا أغلى الأوطان. ايه الجمال ده، برافو عليكي، سقف لها يا يمنى، يا شجعتك يا يمنى. والدريس الجميل اللي انت لابساه، دريس على مصر، قولي لي بقى مين اللي قال لك ان انت تغني واداكي فكره الغنى؟ يعني انا اتفاجئت ان صوتك كويس، يعني ينفع صح؟ مين بقى اللي قال لك واكتشف فيك الموهبه دي؟ ماما شافت الأغنية دي فقالت لي غنيها وخليكي وانتي فرحانة كده وانتي واثقه في نفسك كده بتغنيها. زي ما غنينا صح؟ برافو عليكي، انا مبسوطه بيكو جدا، ومبسوطه ان انتوا كنتوا معايا النهارده في حلقتنا الاولى من السيزون الخامس، وان شاء الله تكونوا معايا حلقات جايه كتير. عاوزين تقولوا اي حاجه تاني؟ طيب نقول بقى باي باي، ونروح للفقره اللي جايه ونرجع لكم تاني، انتظرونا.